هناك جهات وشخصيات سياسية معروفة وراء نور زهير. صارت المساومة وفق رؤيتي على الاتفاق بأنه نور زهير يطلق سراحة أمام إعادة المبالغ للدولة بضمانات. أنت قلت في البداية شنو ضمانات؟ الضمانات الأسماء اللي اتفقوا أنه ما تنذكر أمام الإعلام وأن لا تنكتب بالمحاضر الرسمية. هم الضامن بإعادة المبالغ عن طريق نور زهير. هذا الاتفاق إذا نجي إحنا نأخذ من نظرة استراتيجية. وهنا هسه اسمح لي لازم أتداخل، يعني لازم أقاطعك. وهو هسه راح تسأل أستاذ السراج حكي عن 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 أطراف تدعم، مثلاً واحد قبل يروح بباله ممكن حكومة الكاظمي، ممكن مع جل احترام نحن مدن التيب، أنت تتحدث يروح ببالنا بغير مكان مثلاً. هسه نريد نعرف منو، والله منو، والله أنا شخصياً أريد أعرف منو منو. والله أستاذ عدي لو عندي أسماء أنا ما أخاف منه، لكن أنا قلت لك هذا تفسيري من ناحية رؤيتي للمشهد السياسي، لو المشهد الحادث اللي صار يعني أي. اليوم قاعدة ودول الأشخاص، وإحنا كلنا عرفنا في كثير من الأستاذ أحمد من وطلال مقال أكثر من وزير وأكثر من مدير عام وأكثر من مسؤول مشترك في صفقة القرن، سرقة القرن هذه أعتقد حكوا بيها وقالوا، وأعتقد طرحوا اسم هيثم الجبوري في هذه القضية أيضا. أنا كل اللي دا أشوفه أنه هاي الأطراف وهاي الأسماء اللي ممكن ذكرت في المحاضر الرسمية تمت الاتفاق مع الحكومة ومع القضاء، وهذا السيد السوداني قال اتفقنا أنه تعاد المبالغ. يعني أكو اتفاقية وهذه الاتفاقية متطرقة إليها مثل ما قال أستاذ سراج، أكو ضغوط عالية، أكو ضغوط سياسية أنه يابا هذا لا تنكشف على الإعلام ولا تطلع الأسماء على الإعلام ولا يتم استدعاء للتحقيق، إحنا نرجع المبالغ. سيرجعوها سلسلة بيناتهم يلمون يرتبوها دقيقة ترجع بعد يمهم دقيقة. هذا ما واقع الحال.